بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي. هذه نصيحة بسيطة جدا للمرأة الحامل، طبعا تعاوني مع طبيبك للحفاظ على صحتك وحافظي على مواعيد الزيارة فهي مهمة جدا. طبعا قومي بطرح الأسئلة واقرأي بعض النقاط التي تختص في مجال ما يجري حولك، مثل لو كنت حامل يجب أن تقرأي عن الحمل وحول ما يحدث لك أيضا من اضطرابات مثل ارتفاع الضغط أو أمراض الزلال أو أمراض أخرى في الجسم مثل التهابات اللثة خلال هذه المرحلة. أيضا يجب أن تستشيرين الطبيب المختص في هذا المجال، ومهم جدا أنك تبحثين عن طبيب له سيرة كبيرة جدا في الاستشارة الطبية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأتمنى أنكم استفدتم من هذه النصائح المهمة جدا، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.